بنروح لزميلنا كريم احمد ملعب مباراه نتعرف منه على اخر الاجواء قبل انطلاق المباراه مباشره. اتفضل يا كريم. مرحب بيك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكابتننا الكبار طبعا نجوم الصوت التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله التوفيق النهارده يكون معانا في مباراه صعبه جدا زي ما اكدنا وقلنا. فريق سموحه عنده دوافع كبيره جدا ولو حسابات عديده جدا بعيدا عن الترتيب، لكن ان شاء الله باذن الله مع الاصرار الكبير المعهود على لعيبه النادي الاهلي. كل الاجواء مميزه الحقيقه كابتن ايمن، يعني ارضيه ملعب استاد اسكندريه حاجه ممتازه جدا، الجو رائع الحقيقه في هذا التوقيت. فيا رب ان شاء الله الظروف اللي معانا دي وكل الاجواء المحيطه بفريق النادي الاهلي تنعكس علينا بشكل كبير جدا في 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله بالجديه، يقدر النادي الاهلي يحسمها ويقدر ان هو يحصل على ثلاث نقاط مهمين جدا. يمكن انتوا ذكرتوا التشكيلين بيخرج من القائمه طبعا الوحيد مصطفى شوبير مع وجود الحقيقه علي لطفي وايضا كمان الشناوي، هو اللاعب الوحيد الحقيقه اللي خرج من القائمه. حمدي فتحي على دكه البدلاء. في تاني كبير جدا يا كابتن ايمن، كابتننا طبعا في الاستوديو عارفين ضغط كبير جدا في المباريات وتلاحم كبير، احنا عندنا يوم اثنين مباراه، فيمكن الكابتن سامي قمصان بيحاول ان هو يريح السوليه يريح حمدي على دكه البدلاء يستعين بيه كورقه رابحه وعدد كبير من اللعيبه، لكن ان شاء الله باذن الله المجهود اللعيبه وال11 المتواجدين اللي اختارهم الكابتن سامي قمصان ان شاء الله باذن الله يؤدوا المردود الكبير المعهود والمشهود عليهم واللي منتظره كل جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي متواجد في المدرجات منتظرين بقى ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تنزل تؤدي عمليات الاحماء، ويا رب ان شاء الله كل التوفيق يكون معانا ونحصل على ثلاث نقاط هيبقوا مهمين جدا الحقيقه كابتن ايمن مع النادي الاهلي في مشوار بطوله الدوري العام ومنها ان شاء الله لبطوله كاس مصر المنتظره مع مباراه بتروجيت القادمه باذن الله. كريم نتمنى المكسب النهارده ان شاء الله النادي الاهلي وان شاء الله يعني ثلاث نقاط والجميع يطلع بحاله جيده باذن الله وما يكونش فيه اصابات. شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد.